لكل بداية نهاية. مو دائما كل شيء حلو بتكون نهايته حلوة. بالعكس تماما، احيانا ابشع النهايات بتكون لاحلى البدايات. نجاحنا سوا ما بيلغي تفرد كل شخص فينا بالشخصية اللي قدمها قدام العالم. والعبرة مو باستمرارية هاي الثنائية، العبرة بالخواتيم. وقت نترك بصمة عند كل حدا بيتابعنا. لما الناس بتشوف ديف عم تتذكر فادي. ولما الناس تشوف فادي بتتذكر ديف. ولما الناس تشوفنا سوا بتتذكر نيو دوز. حلقة اليوم رح نجاوبكم على الأسئلة اللي شفناها كتير عم تكرر بالكومنتات، مثل إنه ليش ما عم تنزلوا حلقات كتير؟ ليش ما عم تطلعوا سوا؟ أو ليش نيو دوز عم تضل بنفس الإطار الكوميدي عطول؟ بحلقة اليوم رح نحكي لكم مثل ما بيقولوا هيك على بساط أحمد بالمشرمح يعني، ورح نجاوب على كل سؤال خطر لكم. بس قبل ما نجاوب أكيد كنت تعملوا لنا هيك لايك حلو مثلكم، تعليق حلو مثلكم، ظبطونا الأمور يعني. مثل ما عودتونا أو ما عودتونا دائما ما بتكونوا عاملين لايكات تعليقات. ففاجئونا هلا معلش. هلا كلياتكم عم تطالبونا انه احنا نزيد عدد الحلقات اللي عم ننزلها بشكل اسبوعي او بشكل عام على القناه. اغلب تعليقاتكم انه نزلوا لنا حلقات بشكل يومي، طبعا هذا الشيء يعني شبه مستحيل. ليش؟ شلون؟ شغله. لانه المحتوى اللي نحن بنقدمه يعني بتكون الحلقه اطول من اي حلقه بيعملها يوتيوبر ثاني، فبتكون مدتها كثير طويله، فلهيك هي بتاخذ على المونتاج حوالي 3 ايام. وعندك هيك سبب ثاني مثلا واللي ما بيعرفه اغلب متابعينا لانه هن من الوطن العربي، انه كثير في مشاكل اذا بدك تصور بسوريا، يعني احد هاي المشاكل انه كهرباء. تماما، يعني ممكن نحن نروح نصور بمنطقة فلانية أو مكان محدد بس هذا المكان ما فيه كهرباء، فهي مشكلة عامة كتير بتواجهنا. الوضع بيخلي الأفكار محدودة، يعني تخيلوا أن نروح نصور بمدينة ملاهي بسوريا. طبعا هذا الشيء يعني ممكن نحن منصير مضحكة. ليش؟ لأنه نحن البلد بحالة حرب، فأحدث مدينة ملاهي عنا إياها كان 2008 سنين ضوئية. تماما، فبرا صاروا كتير متطورين بهاي القصص، فنحن تكون كتير قديمة، فما فينا نصور، يعني ما في محتوى. ما في أماكن مثال. ما في أماكن كمان، أماكن كتير محدودة تصور فيها يعني. مثلا السيارات أحدث موديل 2011، فهي كل الشغلات ما بيعرفوا المتابعين، فأنا ما فيني أعمل ولا شيء له علاقة بسيارات ولا شيء له علاقة. ما أتذكر كنا نعمل فكرة في أفخم سيارة وكذا، ما عملناها لأنه أفخم سيارة عندنا هي سيارة عادية جدا. في فكرة بتعتمد إنه بدها سيارتين فخمين، بس مو موجودين هدول حتى نصورهم. فكرة موجودة، نحن موجودين ما في سيارات فخمة. كل شيء موجود على السيارتين، مع إنه هي الفكرة ما لها علاقة بالسيارات. يعني صار تصور اذا ما في سياره للاسف. هاي نحن كنا عم نحكي لكم عن الوضع بشكل عام، يعني كان لمحه هيك بسيطه صغيره. فهلا حابين نحكي لكم عن شغلات انتم ما بتعرفوها، شغلات خاصه بس حابين نحكي لكم اياها. يعني بلش انت ولا انا؟ انت ولا انا؟ قل لي خلص بلش. طيب من بده يبلش الواحد؟ راح نحكي لكم معلش. لا هو مكتوب نص بس احنا كبينا النص. عم نحكي كبينا النص نحكي شغله هيك يعني. ارتجالي هذا يا حضرات يا كرام. انا وفادي كل واحد كان مرضى على كيف، مو مرضى، كل واحد كان مرضى مجموعه امراض هيك باكج كامل. تمام، جايينه هيك سوا يعني هيك باكج امراض مرضهم سبب كتير مهم لحتى انه احنا قللنا تنزيل حلقات، حتى حلقاتنا اللي عم ننزلها ما عم نكون احيانا راضيين عنها، احيانا غالبا ما عم نكون راضيين عنها لهذا السبب. طبعا هو في سبب تاني جوهري بس هذا السبب التاني ما فينا نذكره. تمام. فنحن ما حنحكي الجوهري، حنحكي الشخصي. بلش انت ولا بلش انا؟ بلش انت. بالنسبه لي عدوا على هيك اصابعكم شو صار معي. اكتئاب من النوع شو اسمه هذا؟ العالي، اكتئاب من النوع العالي، حالات هلع، انتفاخ بالبطين الايمن، يعني انتفخ قلبي، عرفتوا شلون؟ شو صار معك كمان شغله؟ ايه، الاكتئاب اسمه اكتئاب مغلف في قلق، يعني ما بعرف اذا القلق هو كمان قصه ولا الاثنين قصه واحده، فهدول بس يعني مو كثير، ايه ضيقة نفس كذا، كون عم تصور ضيق نفسك كذا. ينقطع نفسك. ينقطع نفسك عفوا هيك، عرفت شلون؟ فهذا الباكج تبعي بحكي لكم فيه بالتفصيل، بس يقول الباكج تبعه فادي، تفضل. الباكج تبعي، الأول شيء كان معي ديسكين صابوني بعد كورونا، فهدول خلص يعني داريت أموري وظبطت الهي ومشيت. عربية، شو ديسكين؟ كلهم ديسكين. ديسكين يعني شو؟ الشيء اللي صار بعدها اللي هو ما كنت أعرف شو هو، فجأة هيك حس أعراض جلطة وحالي عم بموت وما أعرف ياخذوني إسعاف، طلع اسمه اضطراب قلق معمم.
طبعا هو توكين يا زلمه توكين. طلع معي كولون عصبي، طلع معي جرثومه معده، طلع معي تقرحات بالمعده. هلا شو السبب؟ هو نفس السبب الثاني اللي ما فينا نذكره، الجوهري. هو في سبب عملنا مشكله، وهي المشكله عملت لنا هدول الامراض وهذا الضغط الكبير اللي عانينا منه. ونوبات هلع هي ابشع شيء بالكره الارضيه، هي نوبات هلع فجاه بتحس حالك خايف ولا حتموت تعال اعطيهم شعورها. نوبه الهلع، نوبه الهلع القويه النظاميه. يعني تخيل حالك انت قاعد بطريق هيك، قاعد هيك متربع وجاي عليك قاطره مقطوره هيك جاي من بعيد. شو الشعور اللي بتحسه انت هيك؟ عرفت شلون انه انت ما قدرت تقعد على الارض يعني؟ فهذا الشعور تماما نفسه. فتخيلوا يعني بتابع شيء اجنبي بسموه بانيك اتاك. يعني كثير هي رائشة برا تداوله. فنحكي لكم بالتفصيل بقى عن هاي الامراض. انا اول شيء كان ما فيني شيء، هو احلامي هيك فجاه ايدي يعني مو ايدي نفسي، انقطع نفسي حرفيا خالص، ما قدر نفس. فانا دور واعرف ونروح على المشفى، رحت على المشفى شيء 40,000 مره. روح لهنيك قالوا لي ما فيك شيء. طب شو ما فيني شيء يا جماعه؟ نفسي مو قدران اخذه. فيقول لي اعطوه هي الحبات تبع تحت لسان، ما تحت لسان مدري شو، حطوا لي حبات تحت لسان اهدى ارجع على البيت. فانا فكر انه بتجيني جلطه وبتروح، يعني هيك كل مره اجتني جلطه والله نفذني. اخر مره رحنا حطوا لي حبه تحت لسان وبلشوا يجدوا العالم هيك وطلعوا لي لفوق مدري شو. انا قلت خالص سلمناها، عم طلع كمان ما فيني شيء. اجى دكتور ظريف قال لي طلع فيني هيك، قال لي روح دكتور قلبيه. عملنا حنا على دكتور قلبيه، طلع فيني دكتور قلبيه هيك، قال لي روح دكتور نفسيه. رحنا على دكتور نفسيه، طلع معنا اكتئاب درجه شديده مثل ما قلت لكم، مغلف بقلق، وصف لي ادويه كورس مغلف أدوية. بقلق يعني هو ما بحس بالاكتئاب، هو بحس بقلق. قلق بس هو في اكتئاب خطير يعني. هو القلق سببه الاكتئاب. تمام هيك مغلف. الدكاتره اللي عم بيتابعونا ان شاء الله ما نكون هبدنا، بس نحن حسب ما عم يحكوا لنا ونفهم وكذا هيك الفكره اللي صارت عنا. فاخذنا دواء شنطة أدوية، ومن هدول الأدوية في 3 أدوية نفسيين بحت، في 2 منهم فوق المتوسط وفي منهم واحد يعني كتير قوي جدا قوي هذا الدواء. فأخذت هاي الأدوية، أنا بلشت يعني أعمل هيك يعني هيك حرفيا لما بلشت أخذ الأدوية. فمثل ما قلت لكم لما أخذنا الأدوية صرت أنزل هيك. آخر شيء وصلت لمرحلة أنا هو عبارة عن شخص إن الأدوية بيعملوا عنف، بيعملوا عصبية، بيعملوا ميول لل، عرفت شلون؟ فالميول لل صارت معي، عرفتوا كيف صارت معي؟ هيك كنا على بعد هيك خطوة انه تصير معي. طبعا هذا شيء غبي كتير، اوعى تفكروا فيه، اوعى تعملوه. ف طبعا هذا فعل الادوية والمرض يعني. طبعا مو هيك لانه حبيت اعمل هيك. طبعا العنف والعصبية واضحين جدا كانوا على اي شخص بيشوفني، تمام هيك عطونا عنه، عرفت شلون بدي اتخانق مع اي حدا. فهديت الامور بعدين، بس هذا الشيء ما كان مبين وقت كنت عم صور مقابلات او اعمل اي شيء بالعالم، لانه حاولنا قد ما فينا ما نعمل مثل الاشخاص اللي بيطلعوا انا مرضى انا تعبان مشان الله، عرفتوا كيف؟ لا ما عملنا هيك. احنا بعد ما ظبطت امورنا شوي صغيره طلعنا هيك من مبدا كنا على وجهك هيك، كنا عاملين هيك عم نشتغل. فلهيك انا بالنسبه لي موضوع مقابلاتي اني كنت احيانا عم اطلع هيك وعم احكي هيك بتحسوا من برا نفسي معكم اي كلام يعني. اصلا محتوى المقابلات نحن كنا عم نعمل شغلات مستهلكه يعني ونحن بنحاول ما نعمله، بس هو كان خلينا نقول اسرع انه نعمله، اسهل خيار. تماما. فانا كنت احيانا عم احكي من برات ما نفسي، مو لانه انا هيك بدي، لانه انا حرفيا كنت عم منزل اشتغل، ما بدنا نوقف شغلنا نحن شو ما صار معنا ما راح نوقف شغلنا. فكنت عم منزل اعمل هدول المقابلات وانا ماني قدران، حرفيا ما قدران اطلع بالشخص اللي يعني. بالاضافه انه في 3-4 شهور ما قدرنا وقفنا نهائي هدول، ما عاد نزلنا فيهم شيء يعني. تماما. اللي تابع كثير بيتذكر هدول 3-4 شهور. تمام. كنا خارج التغطيه. فالادويه هدول هيك يعني بيعملوا لك هيك، بتطلع بتنزل بتطلع بتنزل. فانا كنت اطلع شوي احس حالي اموري تمام، ارجع انزل. شهر بصير معك عنف، شهر بصير معك ولا مشاعر ولا احاسيس ولا شيء. يعني اذا بيجي حدا شو بدي لكم بيعمل ماشي اوكي يعني. حتى العالم كانت تحكي شغلات مهضومه، انا لا برافو عليك، انا مو بايدي الموضوع، انا ماني قدران اتفاعل معه هيك. لحتى بلش يزيد وزني، يعني انا كان وزني تقريبا شيء 88 90 وكذا، وحديد ودنيا وفتنس ومدري شو، لل 115 هيك صرت دبدبت. وهذا الشيء كمان بيأثر على الموضوع، بلشت الناس تسألني ليش سمنان ليش مدري شو مدري شو. وشعري صراحة وصلت لمرحلة ماما شتو تتذكر لما كنت قلي ديف ليشك جاي ليشك تيابك، أنا أجي على الشغل في يمكن لسه كم حلقة تماما يعني. أنا أجي على الشغل ولا لابس أي شيء، طالع أي شيء، ولا فارق معي الدنيا، دي زي صور مقابلتي أحمي حالي وروح على البيت. فهذا السبب تبعي يعني. تفضل. هلا انا بالنسبه لي كنت دائما هيك تجيني اعراض جلطه، احس حالي بدي موت، سنموت بعد قليل، لانه هو بيعمل شيء اسمه متلازمه الهلع من الموت، مدري اقتراب الموت هيك اسمه المتلازمه. ف يعني شغله الله لا يدوقها لحدا. وفي كثير عالم يمكن اللي عم بيتابعونا
عم يمروا بهي الشغلات وخايفين يحكوا، فأنا لهيك طالع أحكي مشان إذا حدا حس بهيك أعراض إنه هذا شيء طبيعي فيكن شوفوا أي دكتور. هلا يمكن علاجه شوي معد، بس إنه شغلة طبيعية بتصير مع أي واحد، لأنه أنا ما كنت بعرف إنه هذا الشيء هو مرض. يعني فكره ما بعرف شو هاد، فكر إنه عن جد عم تجيني هيك جلطة وتروح تمشي. طبعاً هذا الشيء بيخليك حساس، إذا حدا بيضايقك يعني بيقلك به، مو بيضايقك بيقلك به، أنت بتجيك هاي الأعراض. شغلة كتير صعبة، مخك خلص مشوش ما عاد فينك تفكر بولا شيء. شو في عنا شغلة؟ وكل يومين والثالث يلا إسعاف على المشفى، تفكر حالك إنه منتهي. حفظونا طبعاً مشافي. المشفى القريب على بيتي حفظته، المشفى القريب على بيتي حفظوني. يلا تفضلوا. صرت منيح. طبعا ابشع شيء انه هدول الامراض هن ما في لهم لا تحاليل ولا اي شيء، يعني هي بدهم يضلوا يجربوا فيك لحتى يعرفوا انه يستبعدوا كل الخيارات ويعرفوا انت شو معك. قديش كانت مده التجريب لحتى عرفت انت شو معك؟ هلا انا شيء 6 شهور، انا اطول منك. انا ما طولت كثير، بس اطول منك بالحقيقه واطول منك. اطول منك سنتين. ما بدنا الامراض هلا. فأنا ضليت تقريباً شي 3 شهور اللي عرفت، والكورس ضل 10 شهور. يعني أنا ما صلي زمان على فكرة موقف كل شيء، صلي تقريباً شي شهر ونص. وأنا البوست اللي نزلته على الفيسبوك، يعني ما بعرف حطوه البوست هون، نزلته لحتى أنا مو أبداً مو مشان العام تشوف إنه أنا مكتئب، لا لا أبداً وين، بس نزلته حتى أنا أقدر أتحسن، إنه الناس إذا شافت هذا البوست ما تقلي إنه ليك لساتك مكتئب، خلاص إنه أنا بدي أخجل من حالي وبدي أتحسن. أنا مشان هيك نزلته بصراحة. تمام. أنا صار عندي شغلة بعكسه لديف، إنه هو سمن أنا نحفت شيء، كنت كمان هيك شيء 87 88، نزلت لل 72 يعني، وكل العالم بيقولوا لك نحفان نحفان. يا أخي والله بعرف إنه نحفان، ما عم تدلي معلومة جديدة، خلص إيه نحفان. بس اللي بداية شو والله على الكاميرا مبين أضخم، يعني شلون عامل فوتوشوب لحالي بالفيديو مثلا، إنه خلص باين نحفان. طبعا هذا نحفان سمنان بتأثير الأدوية، مو تأثير هيك، هو تأثير المرض والأدوية سوا. تماما. هذا هو الشق اللي بتعلق بموضوع الأمراض. فنحن كنا عم نشتغل لمدة سنة، هذا الحكي سنة ونص، خلينا سنة ونص بظل هاي الظروف، الظروف اللي كانت صايرة بالبلد وظروف المرض اللي صاروا، والمفارقة انه صاروا سوا. يعني مو انه هناك انه فادي مرض انا مرضت، لا سوا دش يعني هيك. فبس هبوط حاد كان. الفكرة انا ما خلصت كورس أدويتي، بس للتنويه يعني. طبعا هذا اللي حكيناه هو عدا عن شغلات تانية. شو الشغلات التانية؟ انه انا ما بعرف اللي بتابعني على حسابي على الفيس او على الانستا، كنت منزل من شي سنتين قريبا نيودوز 3. نيودوز 3 هي عبارة عن شركة كتير ضخمة، ولها فرع بدبي ولها فرع ببريطانيا. فخلال الفترة اللي انا عم بفتح هدول الثلاث شركات سوا، أوب صارت معنا هاي المشاكل اللي ما حكيناها أو اللي حكيناها. هلا في إضافة إنه صار في مشاكل تقنية بالمنصة كمنصة. أول شيء اضطرينا نوقف الموقع الإلكتروني للمنصة اللي هي المنصة الأساس. تاني شيء في عنا نحن عقود مع فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، كل هدول الشركات. أغلب العقود عنا توقفت بسبب إنه عرفوا إنه نحن عنا شغل بسوريا، فنحن اضطرينا نفتح برا وإلى ما هنالك، ولهلا هاي المشاكل موجودة. طبعا شو يعني هذا الشيء؟ يعني أنا ما عاد فيني أعمل محتوى غير فور فري، يعني ما فيني طلع مصاري من دون ربح يعني. تماما. وعمل انا محتوى طبعا، في مصورين، في مونتيريه، في سلسله طويله عريضه، ما لنا يوتيوبر مثل ما بنضل من لكم يعني، في قسم اعداد، في قسم اداري، شركه طويله عريضه فيها موظفين بالنهايه، فما فيني اعمل شيء فور فري. فهي المشاكل اجت كلياتها هيك سوا مع المشاكل اللي ما حكيناها، فما عاد فينا نعمل محتوى. أسهل شيء نعمله المقابلات، لأنه إن جابت ولا ما جابت فهي مادياً تكلفتها أقل من غيرها. يعني ما فيني أعمل مسلسلات، ما فيني أعمل فيلم غنائي مثل حظي ولا شيء. حتى هدول الشغلات بيأكلوا جهد كبير، يعني جهد اللي ما حدا قدران إن يعمله كان بهديك. عدا الجهد إنه هي الشركة الجديدة اللي هي نيودوز 3 بدهم موظفين. فالشي اللي صار إنه نحنا كان في بقلب سوريا 12 موظف نقلناهم، عدا اللي بيشتغلوا أونلاين وعدا المتطوعين. هدول ال 12 موظف بدهم كان رفد بحوالي 20 موظف. طبعاً ال 12 موظف سافر منهم 8، يعني هدول اللي صلن بيشتغلوا سنين سافر 8، فضلينا 4. جورج ما بتعرفوه، وأنا وديف ورؤى من قناة نيو دوز بيوتي، والباقي كله شباب جداد. والمشكله انه اغلب العالم ضمن البلد اللي بتعرف بالمونتاج، بتعرف بالتصوير، بتعرف كذا، هي ملتزمه بشغل، فبدك تجيب عالم مبتدئين تدربهم. هذا الشيء بياخذ صاروا يعني نص على نص، وهذا الشيء بياخذ وقت بين نقاشات. شوف الزور اللي عرسي.
هذا الشيء بياخذ وقت بين نقاشات وتعليم وتفهموا لنا. يعني مرضان وعايف حالك ومالك نفس وعم تاخذ 100 دواء وبدك تجي تعلم فلان على شغله انت ثلاث اربع سنين يعني حتى ميشو صار بنيو لوز دبي يعني ما عاد بنيو لوز سوريا تماما. فحتى كل المونتيريه كل المصورين فحتى لهي النقطه نحن ما عاد فينا نصور شيء غير مقابلات لانه اسهل شيء بالتصوير وبالمونتاج. طبعا في شغله لازم نحكيها انه هي الشركه مصممه لتعمل اعمال نوعيه، هيك كانت الفكره. فمثلا نحن عندنا قسم كرتون كان هاي كواليتي، ما قدرنا نتابع مع هذا القسم. والانفوجرافيك ايوه، في عندنا مثلا برامج وثائقيه، برامج تعليميه، برامج للاطفال، سلسلات طويله عريضه كلياتها انشغلت وما قدرنا ننشرها. ليش؟ لانه في مشاكل تقنيه او لانه في شغلات ما عم نقدر نتابع معها للاخر لحتى ناخذ النتيجه النهائيه. فعم تنكر فكله تفرمل هذا بارضه فورا هيك لحتى صفي الموضوع. تفضل يا فادي، تفضل يا ديف، انزل من المقابله. خلص مشي الشغل لانه ما كان في قدره مثل ما عم بيقولكم، مشاكل تقنيه، مشاكل صحيه، مشاكل العامه اللي صايره عندنا هيك بالبلد. فانت شو بدك تلحق لتلحق، وبدك تشوف الموظف الجديد شو بدك تعلمه، بدك تشوف فهيك يعني هيك الامور كلها هيك صارت. فتفرملت هاي الامور وقفت. طبعا انا اول ما تحسنت هيك شوي احوالي وخلص عرفت شو معي وشو القصص يعني هديت شوي، رجعت عملت برنامج احلام العصر. ما بعرف ان شاء الله تكونوا حابينه، بس هو خطوه اولى لشغلات ثانيه ان شاء الله تحبوها اكثر باذن الله. هلا كمان بعد ما هيك تحسنت اموري صرنا هيك طلعنا خلينا نقول هيك 60% من ال... او 70% من الشيء اللي صاير معنا، فبيكون في شيء هيك ظريف. ديف اليوم مسح بيكون في برامج جديده، قصص جديده، لازم نعمل هيك شيء. وبصراحه اشتقنا انه نعمل شغلات هيك الناس تقول انه اوف هذا هو يعني. تماما. هلا المشاكل التقنيه اللي نحن بنواجهها للانتاج ما انحلت، بس مشان نكون واضحين هاي المشاكل التقنيه ما بتخلينا ننتج لكم مثل فيلم حظي او مثل المسلسل او او او. فنحن ان شاء الله تنحل، هي مشاكل كتير معقده. اذا انحلتنا عايشكم ملوك. تماما يعني لحوا على محتوى، محتوى هي تنحل. وتبطل عالم تسافر لانه مو منطقي كل ما واحد بدك تعلمه سنه سنتين يقول لك باي. فهي شغله، او نحن نسافر يعني يا هي يا هي، وتحسن هيك امور البلد اكثر واكثر واكثر واكثر. اليوم هي ما فيكم تقولوا عنا حلقه وهيك. تماما. هي يعني اجوبه على الاسئله الكثير اللي بتسالونا اياها او اللي بتكون بمخيله العالم. طبعا في كتير شغلات لسه بتسألون عليها، ان شاء الله لقدام حنجاوبكم عليها. بالنهايه ان شاء الله ما بتكون هي النهايه، بتكون هي هيك بدايه لشغلات ظريفه، بدايه لشغلات ظريفه واحلى وحياه شوارب. ديف هي حلفت لكم فيه. طب احكي لك شي جمله. متاكد انت من الشغله اللي بدك تحكيها؟ عملت هيك انا حياة شوارب ديف، حنعملكم شغلات احلى واحلى. لا وحياة شوارب خلص. بس تتحسن الظروف تبعنا والظروف العامة. ومثل ما قال اكيد في شغلات كثير براسكم، اسئلة وقصص وحكاية ومدري شو، ونحن هذا الشيء اللي عم نحكيه انه في عالم عم تشوفنا بشكل شخصي، عم تقول لنا يا اخي ليش ما عم تعمل؟ فليه ما عم تساوي؟ فاللي خطر ببالنا الناس اللي شافتنا بالشارع وقالت لنا هذا الحديث فجاوبنا. تمام. وبدي منكم طلب، اي واحد هيك مرة هيك حدا من رفقاته سمعه عم يحكي، سمعه عنده استفسار، سمعه كذا، بس يمسك يعملنا لايكات وتعليقات لانه هذا الشيء بيساعدنا لوصل الفيديو لمتابعينا، ما عم نقول لعالم الجد، لمتابعينا ليفهموا شو كان صاير على الاقل بس يعني. تمام. وشغله مهمه، نحن ما عم نقول انه نحن مدري شو، الناس اللي برا كثير سهله حياتها ونحن صعبين، لا لا، كل واحد عنده مشاكل، كل واحد عنده مشاكله، بس نحن عم نرجيكم ليش هيك صار هذا الدروب هيك فجاه. و الدروب يعني زين الله الانجليزي مرسي لا عشان العالم اللي لغتها فرنسي يا اخي. تمام. فكنا بس هيك عم نحاول نفهمكم، برجع بقولكم هي مو حلقه، هي مو شيء لحتى دردش هيك بودكاست، بس هيك عم نحكي بينات بعض بودكاست عادي. تمام. كونوا بخير وان شاء الله هيك نلاقيكم باحسن الظروف كلياتكم. بس حدا يمرض لا خلص باي، لا تنح، روح حل المشكله، باي باي.